ماشي يا فوزية ماشي. شو علي؟ عم تتكبري علي، شو علي؟ إذا ما بيتجوز عليك أربعة ما بكون اسمي عبد بدر، أنت ما بتعرفي شلون صار عبد بدر. بيتجوز أربعة؟ شو بيتجوز أربعة؟ يعني أنا فوزية لحالها ما كنت عم خلص معها، بدي خلص مع أربعة. هي ترجع أنا بحاول خلص معها. بحبها فوزية، أنا بحبها. والله ماني عرفان أعيش بدونها. ماشي بركي بكرة بروح لعند منها وبحكي معها، بركي هيك بتكون رجعت لأعلى. وإذا ما رجعت لأعلى أنا بورديكي يا فوزية، والله رح خليكي تتحسري علي حسرة. والله يا حسرتي أنا علي حسرة. على راسي أبو بدر. أهلين أهلين. عاطف يا عاصم. شو بنعمل يا حازم؟ تعال شوفه شوفه. لك مو بدر ها؟ شو هالشكل ها؟ اي والله. ليش هيك عامل بحاله؟ شو شو عم يتمختر كمان والله. رورو جيب لي فنجان قهوه رورو. يلا براسك. السلام عليكم. اهلين بدر. شو وين غاطيت بدر؟ شو هاي غاطيت وين غاطيت؟ شو دخلك انت شو رفيقك انا لحتى تسالني وين غاطيت؟ لا مالي رفيقك سيدي ولا بدي اكون رفيقك، بس تفاعل لي عليك. هاي قصتك قديش لك عند مني؟ خمس ورق. هاي شغلتك خمس ورق؟ اي على راسي. صار لك سنه ما عم تدفع ابدا. خمس ورق؟ هاي خمس ورق شديد. معوضين سيدي. بدر وايمتى جيت شو ها؟ لك تعال تعال عاوزك. يخرب بيتك من حالك، لك وين كنت انت وين كنت؟ لك خلصنا عن صار تبعك لاخذي شحني. شو بقى؟ شو هالرجعه هاي؟ شفت عينك، شوف عمرك بحياتك ما شفت افندي؟ لك شفنا افندي بس مثلك ما شفنا. يخرب بيتك من حالك، لك بلقيت ابو مصيبه، وين رحت وين اختفيت؟ فوت خلينا نحكي فيها. لكني لكني خلاص خلاص بعدين بنحل هاي القصه. هلا فوت فضي لي الدكانه وحجز لي اياها كل نهار، بدي ارجع احلي داني والفت حالي وظبط النار وظبط كل شيء. يلا لك انت بدك تجنني. لك ما انت اجرود شو بدي احلي فيك؟ فوت خلينا فوت خلينا نحل مصيبتنا بقى. فوت بعدين بعدين بدي اروح اشرب كاسه شاي عند ابو حازم. مش هيك؟ لالا حجز لي الدكانه. هاي وحلي هاي حسن. يلا السلام عليكم. السلام عليكم يا ابو حازم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين بأبو بدر بيت. شلونك يا ابو حازم؟ والله الحمد لله. لك دخلك شو صاير معك؟ شو بيصير معي يعني؟ شوفت عينك كتر خير الله. ما بدك تعزمنا على شيء شغله نشربها؟ جيب جيب يا عاصم، جيب فنجان قهوه لعمك ابو بدر. يلا يا براسي حليها حليها، حط لها سكر كثير. وين أرقيل؟ أرقيل؟ روح جيب له أرقيل يا ولاد، تحرك!
بعت لك حما في شكلك. شكله هيك مهبل. شو طربوش وهيبي؟ شو رأيك؟ إيه شكله بس حاله للانتخابات. تعال نلحقه، بركة داني بيعطينا أكثر من جهدي. علي 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 يا بيك يا بيك. مرحبا. لمين؟ تلكي؟ أبدر؟ لك أبدر شبعكم؟ أنت شبعك؟ شو عمركم بحياتكم ما شايفين واحد لابس أفندي؟ إيه أبدر يعني من كم يوم ما كنت؟ وأنا كل عمري أفندي ولك تلكي. وليش هيك شروالك ديا؟ ولك هذا مو شروال، هذا بنطلون. حبيبي يا أبدر احكي لك، شوف انت وين كنت غاطي؟ شوفي شو صاير معك، احكي لي عن النماس. والله كنت عند قرايبيني. ايه ابعد من هون، الله يرحمها توفت خالتي. ايه الله يرحمها. وبعد ايه شوف صار، شو كمان؟ ففتنا قعدنا عند منهم. ايوه ايه بقى شو رايكم نروح نشرب لنا كاس الشاي عند مني بالبيت؟ ايه شو علي تكي تكي بركة هذا واحد عن الحلو ابدا. يا لطيف شو هالفكرة؟ شو الدليل؟ شو العلامة انك ابدر؟ هاتلا شو؟ شو مرة لك نما؟ شو بغلق تلك؟ ابني اسمه بدر. يا لطيف شو هاد العمل؟ يا حسيت اني دحسن شو هاد ابدر؟ ما شاء الله منين؟ نلا هذا والله خالتي رسمية تحننت علي فيه. شو هالحكي؟ اي والله شغلي في كاس الشاي. يا هيك الخالات يا بلا، الله يطعمنا يا خالي يا تنكي. امين امين يا نمس. تتهنى، ايش كان هيك؟ ما شاء الله ما عاد ناقصك شيء، صارت وصارت، روح فوت بدك ورشح حالك للانتخابات، فوت على البرلمان، شو ناقصك؟ عز، جا، فهم، اكابرية، عقل، جرافي، عليه حالة الجرافي اللي حاطها ما حدا حطها قبلها. لك والله اجباري ما حدا حط قبلي لانه شاريها جديد. بس انا هي قصه الانتخابات والبرلمان كلها مو داخل بالعطيتي كلها على بعضها، ما بدي اياها. شو بدي بوصل لك؟ شو بدي؟ انا بدي ارجع افتح الدكانه تبعي واشتغل لي شي شغله هيك تكون راتبي، بس هي شغله دلال بيوت ما عاد بدي اياها. شو علي؟ مندور لك على شغله جديده، بنشتغل شغله جديده. تفكر انت بتامر امر بس انه وش شو؟ والله ما بعرف ما بعرف، رح فكر رح فكر. انت ما لازم تفكر، نحن الناس بتفكر عنك، ريح حالك انت ابدر. وبعدين انت ابدر اللي مثلك ما عاد لازم يمشي على رجلي. لك شو يعني يمشي على ايدي ولك نمس؟ ولك مو هيك قصدي معلم ابدر، مو هيك قصدي، قصدي تركب لك شغله تعطيك تعطيها القيمه. لك مش ما بيقول لك المثل، الاكابر اكابر لو ركبوا طنابر، والنور نور لو طلعوا على الشجر. فبدك شغله هيك فنقره بحوره قدام الناس، بتحب المظاهر. اسمع مني، ومنين بيجيبها هاي؟ ديبك خدامك والنمس، حنجيب لك احلى حنتور وسايس. ماشي، وبمعيتك جيب لي معك شي واحد شحط يمشي قدامي. لا مو انت ولا انت، بدي واحد هيك شخص يمشي قدامي. بتعرف واحد بطلع له حرامي نشتلجي هيك؟ انا ما بحب اضرب حدا، ايدي فاروطيه بتعرفوا. خلاص خلاص ديبك، انت بس امور، نحن خدامين اوادم، انت بس اشر. تكرم عينك ابو بدر بيه. يا والله كان حلوك. يلا امشي امشي لبس. يلا صحه صحه يلا امشي. شو اسمه بس ابو بدر؟ شو شو بدك؟ شو اسمه؟ شو شو اسمه؟ كم مصاري بده؟ بالله شبك بس احكي ضروري ساعة تفتحنا لحتى افهم عليك. نخجل يا حلو. اي خلص امسك هلا. شو ها؟ شو ها تكلمين؟ شوك لازم شوك هدول. يلا قوم على الحارق جيب اللي قلت لك عليهم. يلا تأمر امر ولا تكرم عينك ابا دربي. هلا والله حي الله. اي والله ولا عيونك ابو بدر يا كبير هالرعبة شدادي هالرعبة شدادي. يلا يلا قولوا يا الله يا رجال. لا لا يا عم لك ما صارت غير للبشرات فالبيك مشان الشمس. لا شو بتحبها ضيقة بتحبها مفتوحة 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 ما بدي حقك هاي هون وهذا الديش بتطلع هون يا معلم ابدا ودي من هون هاي هي ولك
ما شو عيونه؟ ولا سكرت اللي قلت لك بدك تجيب لي اياه. جاي على الطريق. على الطريق جاي بكره بيوصل ان شاء الله. ماشي يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس والله خجلان اقول لك. اللي انا مسؤول يعني انا هي كلفنا شويه زياده دفعت من جيبي. قديش حطيت؟ قديش؟ تنتين عشرتين يعني تنتين عشرتين. اللي مني وحطيت من اخوي تونكي اخذ كمان عشرتين تنتين تانيين. با مني انا. يا لطيف يا لمس انت شو ابعد عيونك مين مو تكذب عينا. هاي عشرة وعشر تنتين وعشر تنتينات ثلاثة وهي أربع عشر تنتينات. حطيته سبع ثلاث ورقات بالطريق. وهي سبع ثلاث ورقات خلاص قول لله. كافية عشرة وعشرين. وهي ثمانية إكرامية لك ولا إله. رجع لي العشر تنتيناتي. هلا بعدين بتحاسبوا. لا قال لك بعدين البيت. يا وحي نطلع نعملها طبيب. الله يجيرك الله يجيرك بسم الله. عين عينه طلعته. والله عين حسود فيه عود. يا كريم يلا قول الله يا كريم. ايوه الله صحه وعافيه. عين عين ولك بتروكن مقالي من ايدها في قدامك كل هالرزق. قول يا سلام. بس ما بيباله بقاله فقايري. لا والله ما بالباله والله يعني مستر. هذا بقول لك كل عمره ما بدي اكل لحمه وبس تجي اللحمه اول واحد بياكل لحمه. انا بحب المقالي شو بدكم فيني؟ كله ساعتين وانا ان شاء الله. لك فقاري مثل ما بيقول المثل عشر الغني بيغنيك وعشر الجربان بيعديك. الله يسامحك يا نمس. هلا انا صرت جربان؟ ما شاء الله ما شاء الله يا ابو بدر. ما قلت لي منين طلعت لي ارجو فتحتها؟ انت شو دخلك بالقصه ولك نمس؟ لسه كل شغلة بالتالي بدك تسحش ينفق فيها. شو أنا بدر؟ رفقة ولا مو رفقة نحنا؟ احكي. رفقة ما اختلفنا وما هيك ما راح احكي. مبينة اشكرا مبينة. يا حرام يا سرقة مبينة. اسأل مني لا اسأل بوسه ولا تغسه. اعوذ بالله شو سرقة ما سرقة؟ ورثة والله ورثة. ورثة؟ ورثة مين؟ من ايمتى؟ من مين الورثة؟ انت شو دخلك بالقصة ولك لمس؟ خلصنا خليك بأكلك انت ولا تنسى لي بكره قصة السكرت اللي حكينا فيها اللي بدي يمشي معي. أعوذ بالله وين بدي انساها؟ انا انساها؟ صحتين تانكي كول لقلك كول.